أما سوق المزارعين في حديقة البديع فما زال يحقق نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا نظرا لزيادة نسبة العارضين وتنوع المنتجات فيه، كما يهدف هذا السوق إلى تنمية القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على الترويج لمنتجاتهم الوطنية. طبيعة خضراء ومنتجات محلية مميزة كانت سببا في جذب آلاف الزوار إلى سوق المزارعين في نسخته الخامسة، فكان أولئك الذين يحرصون على شراء أفضل المحاصيل متواجدين بكثرة، وكان المزارعون يتفننون أيضا بطرق الزراعة والعرض. هذا السوق بين للمستهلكين أشياء كثيرة، مثل الإنتاج البحريني قبل كان ضايع في السوق، في السوق المركزي كان ضايع، في السوبر ماركت ما حد كان يعرفه. في أشياء واجد ننتجها في البحرين بس ما حد يعني ما أخذ الفكرة عنه منتج بحريني، بس الحمد لله بفضل الله ويعني السوق يعني بينت أشياء للمستهلكين واجد، وصار في روح التنافس بين المزارعين، بدل ما يزرع عليه أشياء بسيطة صار يطمح إلى الأشياء المتنوعة وللتميز. احنا نركز على الزراعة من غير تربة المائية اللي يسمونها الهيدروبونيكس، فالزراعة المائية يعني توفر تقريبا 70% من الماء وأكثر حماية من ناحية المبيدات والآفات الزراعية، في نفس الوقت نوعية الإنتاج أفضل من الإنتاج بالزراعة بالطرق التقليدية. والله أشكر أول شيء تلفزيون البحرين على المقابلة هذه، إحنا يمكن لنا السنة الثالثة اللي نزور السوق هذا. السوق هذا متميز بالحدث، متميز بالتنوع، كذلك غير الأعوام السابقة. الأعوام السابقة كان تقريبا سوق، لكن نشوف السنة هذه في زيادة، اللي فيه ركن الفنون، فيه الحيوانات، فيها الجو السنة هذه يمكن مناسب أفضل من العام الماضي. العام الماضي يمكن كان فيه شوي حر، لكن السنة هذه كان أفضل بداية الجو، فصراحة سوق متميز. فيه صراحة خضار أول مرة أشوفها، وأنا سألتهم يقولوا مستخدمة من الفلبين، يعني زرعينها هنا، مرة روعة صراحة، أشكال روعة، مطعمة بالألوان البنفسجي، البروكلي بنفسجي، ألوان الفلفل الرومي ملون، مرة روعة صراحة. الزراعة الربحية لم تكن هي الوحيدة المتواجدة في هذا السوق، إنما فتحت أكشاك أخرى للأعمال الخيرية التي تهدف إلى خلق وحدة مجتمعية تتماشى مع الجو العام لعملية التسوق في هذه البقعة الخضراء. النادي دوت يعني بطبعا العمل الخيري التطوعي community services أو خدمة مجتمع، ومنها البروجيكت اللي احنا جايين عشانه اليوم اللي هو طبعا جرين هاوس. كل المنتجات اللي انت شايفاها اللي زرعوها أطفال متلازمة داون، الكلام ده كان في سبتمبر، وهم بنفسهم اللي أشرفوا على الزراعة وبعدين حصدنا المحصول. اليوم احنا جايين نبيعها لهم في سوق المزارعين. أي إنكم بيجي أو أي دخل من المنتجات دي طبعا بيروح لجمعية متلازمة داون للأطفال دول. أيادٍ بحرينية تلامس تراب الأرض غارسة جذور النباتات حيث أبت إلا أن تكون هي من يزرع ويحصد منتجاً يفخر الوطن بإنتاجه ويفخر المواطنون بالتوجه لشرائه. نجاح باهر حققه سوق المزارعين العام الماضي ولا زال يحققه حتى الآن ضمن إطار المساهمة في رفع دخل المزارع البحريني وتطوير الزراعة البحرينية، ضمن إطار أيضا مساهمة القيادة الرشيدة حفظها الله شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.